السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا اليوم متواجدين في وسط جبل ودكا السياحي، والتقينا بصدفة بمجموعة من التلاميذ أتوا من المؤسسة التعليمية بغفساي، ومعنا الأخت قدمنا سهل بكاري. اسمي سهل بكاري، أدرس في إعدادية إمام علي بمدينة غفساي. وكيفاش جاتكم الفكرة باش تجيو تكتشفوا الجمالية ديال الجبل ودكا؟ جاتنا الفكرة صدفة، بغينا نبدلوا شوية الجو والستريس ديال القراية، وجينا نشموا الهواء ونشوفوا الطبيعة الخلابة. وشنو الأماكن اللي شفتوا اللي اكتشفتوا هنا في جبل ودكا؟ شفنا أفراد النجوم، واحد البلاصة كيقولوا لها الرادار، والمناطق وتسارينا في الغابة شي شوية. معنا الأخ الكريم، كنظن جا من مدينة بكناس، يقدمنا نفسه. أسامة، كنقدم لكم راسي أسامة. جيت غير من مدينة فاس عند شي ناس، صراحة الله تلاقيت بأصدقاء ديالي، اقترحوا عليا فكرة نجيو لهنايا نكتشفوا مدينة ودكا. جينا صراحة. واش أول مرة كتجي لهنا نجبل ودكا؟ لأول مرة، وصراحة الله عجبتنا وزوينة وعجبنا الجو فيها، اكتشفنا فرط النجوم واكتشفنا الرادار واكتشفنا شي مناطق زوينه في مدينه ودكا. نشوفوا الاخت معنا اللي جات من مدينه مكناس، هي عندها ما تقول. السلام عليكم، الاسم ديالي بوتينا من مدينه مكناس. حنايا كنا جينا انا وهاد الاخ، عندي شي عائله في مدينه غفساي، والدراري الاصدقاء اقترحوا لنا انا الفكره اننا نطلعوا نشوفوا جبل ودكا اللي كيقولوا بانه فيه شي مناظر جميله وراحه، كيعطي واحد الراحه النفسانيه. وصراحة الأول مرة غنجي لهنا وعجبني الحال بزاف، تقريبا نقول مثل إفران وداك المناطق الجبلية السياحية لا فرق بينهما. شنو الرسالة اللي تقول للصديقات ديالك اللي ما تمشي لفاس باش تشجعهم يجيو يشوفوا اكتشفوا الجمالية ديال ودكا؟ حنايا في مدينة تاونات عندنا منظر جميلة للطبيعة، وكنقول ماشي غير صحاباتي، جميع الناس اللي موجودين اللي مهتمين بالسياحة الجبلية أنهم يجيو يكتشفوا هذا الجبل، لأنه فيه شي حوايج زوينة صراحة. شكرا.